مشاهدينا مشاهدي طوب تي في، مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من الموسم الثاني لبرنامجكم الاجتماعي كاين وكاين على قناتكم الشبابية طوب تي في. اليوم غادي نهضروا على المغاربة وعلاقتهم بالمظاهر من خلال هذه الحلقة. للأسف ولا عندنا واحد المشكلة في المجتمع المغربي، ملي ولينا كنشوفوا أن العين ولات كتحكم على الناس أكثر ما كيحكم العقل والقلب على الناس. ملي ولينا كنشوفوا المظاهر ولات هي الأساس في أنني نحكم على الإنسان ونحدد القيمة ديالو الحقيقية. ملي كنشوفوا الناس أشنو لابسين، الطوموبيل اللي عنده، الدار اللي عنده، حتى في العائلات ملي ولا راجل كيجي يخطب بنت كيسولوه أش من صالير عندك، أش من طوموبيل عندك، أش من دار عندك. مابقاوش الناس كيبغيو يعرفوا الأخلاق ديالك، التعامل ديالك، العقليه ديالك، حتى ولينا كاملين كنركزوا على الشكل اكثر ما كنركزوا على المضمون. هادشي كامل اللي هضرنا عليه خلى ان الناس يعيشوا فواحد الانفصام ديال الشخصيه. ملي ولينا كنحكموا على الناس بالمظاهر خلى هادشي بزاف ديال الناس يهتموا بشكلهم قدام الاخرين اكثر ما يهتموا بشكلهم قدام نفوسهم. مزيان انك دير بزاف ديال الحوايج وتخلي الناس يحترموك، ولكن راه اهم حاجه هي احترامك لنفسك، احترامك لقيمتك لذاتك، وانت يا اشنو داير، اشنو اللي عندك لداخل في قلبك، واشنو اللي عندك لداخل في عقلك وحتى في تفكيرك. صراحه عيب ملي ولينا كنشوفوا ناس كيفوتوا الجهد ديالهم باش ياخذ حوايج وياخذ لبس مزيان. ملي كنشوفوا ناس كيفوتوا الجهد ديالهم وكيمشي يدير عرس بالملايين وكيبقى يخسر في الكريديات باش يبان قدام الناس بانه راه واعر وانه راه عنده راه القيمه ديال الناس راه كاينه في تفكيرهم وفي اخلاقهم. يا ريت اننا نوليو نعرفوا شنو هو القيمه ديال الانسان، شنو هو الجوهر ديال الانسان، اشنو هو المفهوم ديال الانسانيه، وكيفاش نحكموا على بعضياتنا، وكيفاش نحددوا الناس اللي كيصلحوا لينا والناس اللي ما كيصلحوش لينا. والحل ديال هذا الشيء عيش لراسك وما تعيش للناس. الانسان بطبعه كائن اجتماعي، واي واحد كيبغي يعيش فواحد لونتوغاج اللي هو مرتاح فيه، وباش تعيش فواحد لونتوغاج اللي انت مرتاح فيه خاصك تحدد الناس اللي كيصلحوا لك في تعاملهم، في شخصيتهم، وحتى في العقليه ديالهم والتفكير ديالهم. كنتمنى ان الظاهره ما تبقاش. كنشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه، وكنتمنى ان انا نكون عطيتكم ولو شي حاجه قليله. كنشكركم بزاف، ونتلاقاو في الحلقه الماجيه في نفس البرنامج على نفس القناه. تهلاو ليا فرصكم. السلام عليكم.